اللهم استر عوراتنا وقرر عيوننا وانصرنا على القوم القانتين وانصرنا على القوم المجرمين وانصرنا على القوم الفاسقين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم الكافرين اللهم مكن لنا ديننا الذي ارتضيت لنا فبدلنا اللهم من بعد خوفنا أمنا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا من الخير فيما أعطيت وقنا يا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونظرا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسان وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء نصيبا وجنة فردوس وجنة فردوس وجنة فردوس ونعيما مقيما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبلنا دعاءنا اللهم تقبلنا دعاءنا وصلاتنا 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 وصيامنا وصيامنا وركوعنا وركوعنا وقيامنا 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 وسجودنا 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 وتوبتنا يا أرحم الراحمين اللهم آتهم نفوسنا تقواها اللهم آتهم نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق وإنه على ما تشاء قدير يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا
واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. فحينا يا ربنا بالسلام وأدخل الجنة دار السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبي محمد.